مرحبا بكم لسه كل مره اخرى عبر موجات راديو ميد في استاد ميد. مصين معاكم للخمسه متاع العشيه. ما زلنا باش نحكيو على كره القدم العالميه, باش نحكيو على متفرقات ونعرفوا بالطبيعه اخبار انتقالات لربما, وكذلك من المؤكد باش نحكيو على نتائج مباريات الويكاند في البطولات الاوروبيه وموعد مباريات دوري ابطال اوروبا غدوه بعد غدوه. ولكن قبل هذا الكل باش نمشيو للربليك المزيان اللي نحكيو فيها ديما على حاجه ايجابيه في اللافوتو. لافوتو اليوم في اللافوتو عبودة عنا لاعب مدافع تونسي نحكي على ياسين مريح, وعنا كلوب مدرب ليفربول الألماني مدرب ليفربول الإنجليزي. خلينا نبدأ بياسين مريح. اختار ياسين مريح اليوم أمير في اللافوتو عجيس اللي عمله بعد ما سجل هدف, ولا محالة جمعيته ما ربحتش خسارة, ولكن بعد الهدف اللي سجله على كرة ثابتة رأسية اللي مراوش الهدف موجود, الهدف على الانترنت المثبت فيه, هدف ممتاز بالراس لعبنا الدولي اللي باهي الهدف اللي هو حتى خاصة في البريود الاخر ما كانش تعدى بريود ممتازة اللي حتى ما كانش ممتاز جدا, ولكن باهي البونتو ذا باش نرقاو مريح اللي عرفناه واللي كان ممتاز وخاصة بريود قبل كوب دي موند بريود كوب دي موند. دونك مريح بالهدف هذا مشي عمل لفتة ممتازة وأوماج أوماج الجوار مغربي يا رب زدك فيك في كنيا في تركيا. توفى دانيال مو, توفى بالكونسير دي بروستات, عافينا وعافيكم الله. لعب يومات على جد 31 عام, ناس كلنا نعرفوا محمد أبرهون اللي توفى لاعب دولي سابق في المغرب, لعب في مورينانسي في البرتغال, وكيف كيف قبل ما يتوفى كان يلعب في جمعية اسمها سايكور ريزي سبور, كمان غلط اسم تركي. دونك سايكور ريزي سبور لاعب محبوب في المغرب, بدايته كانت في المغرب تطوان, هذاك ولد مغرب تطوان. دونك لفته ممتازه من لاعبنا الدولي اللي حقيقه كان مميز ومشي من بعد الهدف للبنك بدل اصحابه وخذ المريول نتاع الملاعب المغربي توفى محمد الله يرحمه ورقم 3 وشد المريول هكا وترحم على وعمل ديديكاس الهدف هذايا للمرحوم محمد أبرهون الله يرحمه وينام. ولفته ممتازه من لاعب دولي تونسي اللي رغم اللي ماناش نحكيو على تونسي ولكن كنا مغاربه وكنا توانسه وكنا بخيان. هو كنا نحكيو بخلاف البلدان بخلاف تعدد الجنسيه, ديما نحكيو على الانسانيه ونحكيو على الحس الانساني, هذاك خاصنا كان قوي في كره القدم يكون حاجه مزيانه برشا وقت تلقى حس انساني حتى كان مش من لاعبي. خاطر قبل حكينا حطينا في لافوتو اكثر من لاعب ماهوش تونسي. نعطيك نذكر كمير تو على كلامك انت, كنت باش نكمل بها ساديو ماني على بوبا ديوب. دانييرمون بوبا ديوب توفى, الناس كل تعرف اللاعب السنغالي بوبا ديوب صاحب الهدف الشهير نتاع السنغال ضد فرنسا في الكوب دي موند 2002 كما جغالت اللي في كوريا واليابان. الملاعب هذاك توفى دانييرمون. ساديو ماني اشرف حكيمي كذلك الصوره موجوده عندنا, اشرف حكيمي زاد لاعب انتر ميلان الايطالي كيف بعد هدف هز المريول, وكذلك ترحم كذلك على 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 لاعب مغربي كان مانيش غلط نفس اللاعب محمد المغربي. دونك هنا تلقى شوف تعدد جنسيات ولكن توقع ديما الحس الانساني وكلي غيروا على بعضهم اللاعبيه واللي يحزنوا لحزن الجميع. لاعب توفى صغير ملاعبي 31 سنة لطفة علينا وعليكم وتعافينا والله عافينا الله من الأمراض هذه. كونسير دو لستوما ماهوش كونسير سيل, وحتى فما تصور تدخل على الانترنت تعملوا ريشيرش على محمد أبرهون تتلقى مصور حتى تصوير مع زوج صغار عنده بنية وطفل صغير, مع حقيقة حاجة توجع القلب بارك وتقدم. دونك على ذاك حطيت أنا وانتي زادة حطينا ياسين مريح في اللافوتو اليوم, نشكروه على اللافتة هذه وعلى اللوماج اللي عملوا للمرحوم اللاعب المغربي الله يرحمه رقم 3 إن شاء الله في الجنة, وإن شاء الله نقصوا من الأمراض ومن الموت, ولكن كان يصيروا هذو ما نجموش نبعد عليهم. هذيك الدنيا ديما نحاولوا نذكروهم كرة القدم اكثر من لعبه امير, وانت تعرف اكثر لعبه اللي هي فيها دي سنتيمون وتتذكر ملاعبيتها وما تنساش ملاعبيتها. واضح. الشخص الثاني اللي اخترناه في اللافوتو هو مدرب ليفربول الانجليزي, نحكي على كلوب, ومره اخرى نحكي على الانسانيه وقت اللي يكون رياضي ويدخل الحس الانساني في الرياضي تكون حاجه مزيانه برشا وحاجه مهمه برشا. في علاقه بساديو ماني ومحمد صلاح اللي ديما قبل كل مقابله ياخذوا دقيقتين ثلاث دقائق للوضوء او للصلاه قبل ما يهبطوا المقابله عبوده. المدرب هذا اللي صرح وقال ما تقلقوش الحاجه هذه جمله, يمكن وقتها حتى الصحافه سالته حاولوا يعملوا نوع من انواع البلبله كيف تفكروا ما صارت مثلا مع ياسين الشيخاوي في زيوريخ نقاط, ولكن الرد كان من المدرب الالماني مختلف جدا قال بالعكس انا فرحان ونحترم الملاعبيه زوز ونحترم الدين الاسلامي اكثر من هيك, وقال بالعكس زيد قال زيد قوى قال انا فخور اللي عندي زوز
احسن ما ينجم يكون كامباسادور للاسلام في العالم، معناتها اكثر زوز امثله ممتازه قال باش انه يمثلوا الاسلام في فريق كيما ليفربول. قال انا نحب التعدد الكولتور كيما نقولوا ولا والديانات، مانيش ضد الاسلام، ماني ضد حتى ديانه، بالعكس هما لي زومباسادور نتاع الاسلام في ليفربول، وما عندي حتى مشكله باش قبل كل مباراه نستناهم دقيقتين ولا ثلاث دقائق ما يبدلوا لنا شيء، مانيش نستناهم نهارين ولا ساعتين، قالك دقيقتين نحترموهم بالعكس. وكم تراهم لاعبيه هذوما شو الأداء اللي يعملوا فيه أمير، شو الأداء، معناتها أنت كنت تحاول. أنا نذكر قصة أمير ما نعرفش كان تعرفها ولا، على ياسين شيخاوي في زوريخ. ياسين شيخاوي بريود زوريخ كان من أحسن اللاعبين اللي جابتها زوريخ في تاريخ زوريخ، ولعبوا حتى تشامبيونز ليج بريليمينير، ولعبوا اليوفا وكل شيء الأوروبا ليج تو. دونك وقت ياسين شيخاوي فاقوا اللي ياسين شيخاوي جاته بريود اللي النيفو نتاعو بدا يطيح، اللي في الانترينمون ماهوش المردود نتاعو هو بيدو. جاء الطبيب الفريق والنيوتريسيونيست كل شيء قالوا له راهو شنو اشبيك ياسين ماكش كالعاده مش فرونتا. يبان طلع وقتها بريود تاع رمضان ياسين يبدا صايم، ياسين يبدا سي نورمال كي تصوم بدنك ما هذا سبور وهذه فيزيولوجيا نتاع بدن، معناتها سي نورمال كي ما تصومش ما تاكلش. يبان زوريخ كامل والطاقم كامل بدلوا الوقت نتاع التدريبات باش يتاقلموا مع بريود الجون، مع بريود الصوم نتاع ياسين الشيخاوي وقت يشق فترو ولا بالليل ولا يترناو جوست باش ياسين الشيخاوي ينجم يصوم على راحته ويكون على كامل قواه البدنيه في البريود نتاع رمضان. شريك اللي راهو معناتها بعد ساعات في الاوروب يقدروا الدين نتاعنا مع كل احتراماتي معناتها كامل قياس من برشا عباد اليوم يبداو قراب واليوم يعتنقوا الاسلام ويقولوا احنا مسلمين. دونك فريمون شابو ليورغن كلوب اللي دافع على ملاعبيته، رغم اللي كما قلت انت دار سؤال ماهوش انوسون، سؤال دار حبوا يوصلوا لحاجة اخرى، عاد هو وقفهم عند حد، وبالعكس شكرهم الملاعب هذا وشكر الاسلام. واضح عبود هذا ايش كان عندنا في اللافوتو.